خبر مؤسف منذ قليل، وهو خبر وفاة الكاتب والروائي المصري الشهير الدكتور بهاء عبد المجيد. والمؤسف إن سبب الوفاة هو تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. ونعى الكاتب والروائي مصطفى منير الراحل من خلال صفحته الرسمية على الفيسبوك، وكتب: البقاء لله. توفي الأديب بهاء عبد المجيد. سعيد جدا إن عام 2020 يشهد يعني صدور رواية جدلية. الدكتور بهاء عبد المجيد هو دكتور في الأدب الإنجليزي، اتخرج من كلية التربية جامعة عين شمس وحصل على درجة الدكتوراه سنة 2000. قدم أعمال أدبية كتير، من أشهرها رواية سانتا تريزا ورواية النوم مع الغرباء وجبل الزينة والبيانو الأسود والقطيفة الحمراء. كان دايماً بيبقى حريص على أنه يشارك جمهوره فيديوهات لايف في كل حفلات التوقيع الخاصة بيه في معرض الكتاب، وفيديوهات لايف برضو بيوضح فيها بعض النقاط في رواياته. رحم الله الدكتور والروائي الكبير بهاء عبد المجيد وألهم أهله الصبر والسلوان. مساء الخير، النهاردة أحب أهنيكم بالمعرض الكتاب، وأحب طبعا يعني أفكركم إن عندي حفل توقيع يوم الخميس لرواية القطيفة الحمراء، وهي رواية صدرت من دار نشر إبيدي واللوجو بتاعها ورايا أهو. سعيد جدا ان عام 2020 يشهد يعني صدور رواية جدلية بعد خمارة المعبد، يعني فترة ما نشرتش رواية، بس كان في قبلها بعد خمارة المعبد كان في ورق الجنة وكان في طقوس صعود، سبق خمارة المعبد وسان تريزا والنوم مع الغرباء وجبل الزينة، كل دي اعمال روائية وهتلاقوها موجودة ان شاء الله في المعرض.